أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المواطن في خطر، المواطن في خطر، وعاش الشعب المغربي، وعاش الشعب المغربي، الله يبارك في عمر شعبي، الله يبارك في عمر شعبي، وعاش الشعب المغربي، وعاش الشعب المغربي، الله يبارك في عمر شعبي، الله يبارك في عمر شعبي. هاد الوقفة كتنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جديدة، استجابة للنداء اللي تلقوا المكتب المركزي باش نظموا وقفات في كاع الفروع ديال الجمعية في المغرب، احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي كيصادف 10 جنبير، وكذلك إحياء لذكرى الأربعينية ديال مقتل ديال الشهيد محسن فكري في الحسيمة. دونك هذه فرصة باش نطالبوا بجميع حقوق الإنسان في المغرب، وباش كذلك نعبروا على التضامن ديالنا مع عائلة الشهيد ومع مطالبتنا بتحقيق نزيه والكشف عن قتلة ديال الشهيد، وكذلك مطالبتنا بوقف حقرة ووقف النهب بالمال العام ووقف الاستبداد ووقف الفساد في البلاد. وهذه الوقفة شاركوا فيها بإضافة إلى مدير الجمعية شاركوا فيها ضحايا ديال السلطة في جديده، واللي جاوا شاركوا في هذه الوقفه باش هما يعبروا على الغضب ديالهم من الحقره في البلاد، وباش نوجهوا نداء للشعب المغربي اننا خصنا نخرجوا نحتجوا، خصنا نخرجوا للميادين باش نوقفوا الاستبداد في البلاد.